بقالنا برضو كام يوم كده بنتابع الاحتفالية المهمة اللي بتقام على أرض محافظة الأقصر، وهو يوم المدن العالمي. النهاردة بنتكلم على طبعا، واحنا بنشوف يعني الشغل اللي حصل وفعاليات الجلسات على مدار الأيام اللي فاتت والإشادات الواسعة الحقيقة من قبل المشاركين من كبار الشخصيات والممثلين والمنظمات المعنية بهذا الملف، عن اللي مصر عملته، عن الاحتفالية نفسها، عن الشغل اللي اتعمل في مجال التنمية المستدامة وفي مجال المدن الجديدة والذكية. على كل الأحوال احنا معنا كمان تصريحات مهمة من سيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللي اتكلم على التجربة المصرية وعلى أفق التعاون كمان مع المجتمع الدولي ومع المنظمات المعنية بهذا الملف. نفهم التفاصيل من معالي السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي. مساء الخير يا معالي السفير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذة لو. أهلا وسهلا معالي السفير. يعني لو نظرة سريعة كده على هذه الاحتفالية أو هذا المؤتمر، حصاده، الشغل اللي تم فيه، وكمان كلام وزير التنمية المحلية النهاردة عن التعاون مع المنظمات اللي ليها علاقة بهذا الملف. بكل تأكيد يعني شرف كبير أن تستضيف مدينة الأقصر هذا الحدث العالمي الذي ضم العديد من المدن وعمداء ومحافظي وأكاديمي أكاديميين يعملون في مجال التنمية الحضرية. كانت رؤية الوزير محمود شعراوي لاستضافة هذا الحدث الذي تنافست فيه الأقصر يا أستاذة لبنى مع العديد من العواصم الكبرى. كانت الرؤية أن كل الأحداث الدولية يتم مواجهتها على أسس محلية، بمعنى أن المدن هي التي تواجه أزمات الكورونا وأزمات التغير المناخي والمخلفات الصلبة، وبالتالي هذا الجمع وهذا الحشد أن يأتي إلى مدينة الأقصر، كان هناك تصور أننا ندعم العديد من الملفات على رأسها العنوان الرئيسي للمؤتمر، وهو كيفية مواجهة التغيرات المناخية. ولكن أيضا كانت هناك رؤية لإعطاء مدينة الأقصر حقها المستحق كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية. كان حجم المشاركة الدولية هام وجاد ومن كل الاتجاهات، سواء كما ذكرنا المحافظين ورؤساء المدن والأمناء العامون للمنظمات الدولية، ومن مصر أيضا. يعني وضع السيد الرئيس هذا الحدث لأهميته تحت رعايته، وفي نفس الوقت شاركنا وشرفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بحكم أيضا خبرته السابقة كأحد أهم الشخصيات الدولية في مجال التنمية الحضرية. والحقيقة اليوم الأول اختار فيه السيد اللواء محمود شعراوي الرؤية الوطنية. بدأنا يوم 30 رغم أن اليوم العالمي للمدن هو يوم 31، فكان تصوره أن نستفيد من وجود هذا الحشد الدولي الكبير لطرح الأجندة الوطنية ممثلة في مشروعين ومبادرتين للوزارة مع باقي أجهزة الدولة. المشروع الأول وهو تنمية صعيد مصر، حيث شاركت الأسرة الدولية في مجال التنمية الحضرية والمجتمعية في تتبع نجاحات هذا المشروع القومي الضخم الذي غير من كثير من الأوضاع في كل من محافظتي قنا وسوهاج، ومنه سننطلق إلى باقي محافظات الصعيد. وكذلك مشروع مبادرة حياة كريمة الذي يضعه دايما السيد الوزير محمود شعراوي بوصف ثورة اجتماعية اقتصادية تنموية لا مثيل لها، 58 مليون نسمة يخرجون إلى نطاق يحمل يضع الريف على الطريق وفي نفس الوقت يحول دون اللجوء إلى المدينة أو الهجرة إلى المدينة. حقيقة المشهد في ختامه كان مشهد منظم يظهر صورة مصر الحضرية، قدرة مصر على سياحة المؤتمرات، قدرة يعني وزارتنا، لأننا تضافرت معنا جهود العديد من الوزارات وساهمت معنا بكل ما تستطيع، ساهمت كل هذه الوزارات في دعم جهود وزارة التنمية المحلية اللي بجهد تنظيمي مميز ومتابعة لصيقة من اللواء شعراوي استطعنا أن نقدم للعالم صورة مصر الحضرية السياحية القادرة على تنظيم مؤتمرات دولية. وكل ما سنخرج به وما خرجنا به
من توصياتها ما في مجال مواجهة التغيرات المناخية. قمة جلاسكو بقى يا معالي السفير. إلى جلاسكو. أيوه. ما هو تزامن، وإن إحنا الحدث ده وبينظم على أرض مصر، التجربة المصرية وكل الحاضرين بالتوصيات بالأشياء اللي حضرتك ذكرتها دي يتم رفعها والتواصل عشان يتم أخذها بعين الاعتبار. فيعني كلمني عن ده برضو في عناوين، وأهم ما يعني أهم التوصيات أو إيه اللي اتكلمنا فيه وهيتم نقله للأمم المتحدة. بكل تأكيد توصيات هامة جدا ورئيسية، توصيات تتعلق بدعم قدرات إفريقيا كما تنبه مصر دائما. أيوة، تمام. كيف يمكن مواجهة التنمية، مواجهة التحديات المناخية على أسس محلية، كيف يمكن للمدينة أن تقدم الحلول لهذه القضايا التي أصبحت الآن هي القضايا الأهم على الساحة الدولية. مفهوم يا فندم. أنا بشكر شكرا جزيلا معالي السفير، معالي السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، بشكرك يا فندم.